بركته نتوكل منه دائما وأبدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون، أيها المستمعون الكرام الأفاضل، انطلاقت واندفاعت الشوط العاشر الذي يحمل في طياته البكار، الثنايا، المهجنات، الأصايل، وهنالك 8 كيلومترات. مع هذه الانطلاقة ومع هذه الاندفاعة الجميلة، مع هذه الأجواء الأجمل من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة في أبوظبي، أتابع هذا الشوط وأتابع الأسماء المنطلقة الجذابة. إذن البداية على المقدمة، ولكن في هذه اللحظات الظبي تختطف مقدمة هذا الشوط وتنطلق بشعار سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي. يقدم لنا الظبي على مقدمة الشوط والمركز الثاني. البداية على المركز الثاني، سيف بن عبيد بن سالم بالهلي على المركز الثاني يقدم لنا البداية في هذه اللحظات. والمركز الثالث أتابع سلهودة على المركز الثالث، محمد بن طارش بالقوبع الحميري على المركز الثالث. والمركز الرابع أتابع شواهين على رابع المراكز، جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي يقدم لنا شواهين على رابع المراكز. وخامس التحديات وصلت هقاوي حمود بن راشد بن حمود أسهلي، وصلوا أبناء الكويت لينطلقون مع هقاوي في هذه اللحظات على المركز الخامس. والمركز السادس وصلت الغزيل في هذه اللحظات لتنطلق في هذه الأثناء بشعار أبو فارس القرشي. وصل رايد بن دخيل الله القرشي في هذه الأثناء ليقدم لنا الغزيل. وصلوا أبناء العرفة، وصلوا أبناء الطائف. أتابع أيضا الانطلاق في هذه اللحظات مع آمال في هذه الأثناء، عيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري منطلقا في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن وتابع انطلاقة الدانة، محمد بن مسلم بن سالم بن نهيه العامري في هذه الأثناء. وأتابع المركز التاسع انطلاقة في هذه الأثناء، سلطة بشعار سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي على المركز التاسع. والمركز العاشر من الجانب الآخر وصل الطنا، الله الله، وصل الطنا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، وصل عاطف بن صالح بن محمد الرشيد ليقدم لنا طنا في هذه الأثناء. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أتابع الصدارة، أتابع الأمور في هذه الأثناء، وأتابع مقدمة الشوط. شواهين على المقدمة، شواهين على الصدارة، جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي تسلل وانطلق إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع البداية على المركز الثاني، سيف بن عبيد بن سالم بالهلي على المركز الثاني، وهنالك سلهودة من الجانب الآخر تنطلق في هذه اللحظات منطلقة بشعار بالقوبع، محمد بن طارش بالقوبع الحميري مقدما لنا سلهودة، ومن تسللت إلى المركز الثاني وهقاوي. يا سلام على هذا الاسم، هقاوي تندفع في هذه الأثناء وتتسلل إلى ثالث المراكز. حمود بن راشد بن حمود أسهلي ينطلق في هذه اللحظات ممثلا لأبناء الكويت، رابع المراكز، الرابعة في هذه اللحظات البداية، سيف بن عبيد بن سالم بالهلي، وخامسا وصل رايد بن دخيل الله بو فارس القرشي ليقدم لنا الغزيل في هذه الأثناء في هذه اللحظات منطلقا على خامس المراكز ليمثل أبناء المملكة في هذا الشوط.
يطوي المركز السادس وتابع الدانة. الدانة وصلت بشعار بن نهية العامري محمد بن مسلم بن سالم بن نهية العامري في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. وصلت الظبي في هذه اللحظة سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي ينطلق مع الظبي في هذه اللحظات على المركز السابع ويبغي لها مراقبة. نعم على سابع المراكز والثامنة وصل الطنا في هذه اللحظات عاطف بن صالح بن محمد الرشيد يقدم لنا طنا في هذه الأثناء. يا سلام والتاسعة التاسعة وتابع أبها محمد بن ناصر بن شافي القحطاني على المركز التاسع والعاشرة آمال عيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري ينطلق على عاشر المراكز. هذا هو النداء الثاني أيها المتابعون ليعود وأتحول من جديد إلى مقدمة الشوط. أعود من جديد إلى المقدمة وإلى الصدارة والمركز الأول وتابع الله وتابع انطلاق الشواهين شعار الراشدي منطلقا مندفعا في هذه الأثناء ينطلق مع شواهين جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي وتابع شواهين على المقدمة. هقاوي على المركز الثاني هقاوي 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 على ثاني المراكز منطلقة بشعار اسهلي أحمود بن راشد بن أحمود اسهلي. وثالثا وصلت الظبي على المركز الثالث سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي يقدم لنا الظبي اسم مميز واسم كبير تسللت إلى مقدمة الشوط. والرابع تابع شواهين هنالك والبداية نعم البداية على المركز الرابع سيف بن عبيد بن سالم بالهلي على رابع المراكز في هذه الأثناء. والمركز الخامس الهودة محمد بن طارش بالقوبع الحميري على المركز الخامس في هذه الأثناء. والساد سهل غزيل وصلت بشعار رايد بن دخيل الله بو فارس القرشي يقدم لنا غزيل في هذه اللحظات على المركز السادس. والمركز السابع في هذه الأثناء الدانة على المركز السابع محمد بن مسلم بن سالم بن نهية العامري يقدم لنا الدانة على المركز السابع. والثامنة طنا في هذه اللحظات شعار عاطف بن صالح بن محمد الرشيد يقدم لنا طنا على المركز الثامن. والتاسعة هنا أبها وصلت أبها البهية في هذه اللحظات محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. والمركز العاشر وصل شعار بسبيحة على المركز العاشر ليقدم لنا الظبي نواف بن سالم بن عويض الحصيمي العتيبي وصل بسبيحة على عاشر المراكز. ولكن أعود من جديد أعود إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط ليتابع الأمور. الأمور على المقدمة الأمور خطيرة الأمور كبيرة يبغي لها ترتيب. يا أهل الثنايا يا أهل الإبكار يا أهل المهجنات ومقدمة الشوط صدارة الشوط. هنا الظبي على المقدمة شعار الخيالي سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي على مقدمة هذا الشوط يقدم الظبي بهذا المستوى الكبير والأداء المرموق على مقدمة الشوط. والمركز الثاني يتابع شواهين جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي على المركز الثاني في هذه اللحظات. وثالثا هقاوي هنا بشعار اسهلي أحمود بن راشد بن أحمود اسهلي. ولكن الغزيل تسللت الغزيل إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات بشعار رايد من دخيل الله بن كليب القرشي. أيضا وصلت سلهودة بشعار بالقوبع في هذه الأثناء محمد بن طارش بالقوبع الحميري. ووصلت البداية على مستوى خامس الأسماء سيف بن عبيد بن سالم بالهلي
حي وطنا. تحرك الطنا في هذه الأثناء وصل شعار عاطف مصالح بن محمد الرشيد، هذه أيضا في رصيدها إنجازات. نعم طنا تنطلق في هذه الأثناء، ولكن الكيلو ونصف الكيلو والظبي على المقدمة، الظبي على الصدارة، الظبي على المركز الأول بشعار الخيالي، بشعار الخيالي. يا سلام، اقتربنا من لوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، والظبي على المقدمة سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي. يا سلام يا سلام يا سلام، الظبي على المقدمة، والغزيل بدأت تتحرك هنا بشعار أبو فارس القرشي، رايد من دخيل الله أبو فارس. الغزيل على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات، وشواهين وشواهين في هذه اللحظات على المركز الثالث، ولكن الظبي 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 ظبي الفلا رمز العطا، كل الحلا على المقدمة بشعار الخيالي سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي. ولكن الغزيل الغزيل واصلة هنا، واصلة بشعار أبناء العرفة، بشعار أبناء الطايف، بشعار أبو فارس القرشي مع الغزيل. ولكن الظبي 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 على المقدمة، الظبي على الصدارة، الظبي مع المركز الأول، الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة والكبيرة. وهنا الظبي على المقدمة، الظبي على الصدارة، الغزيل على المركز الثاني، ولكن الخيالي 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 روح مع الظبي على المقدمة سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي على المقدمة، ومع الناموس مع الانتصار مع الميتين متر الأخيرة، الظبي على المركز الأول، الظبي 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 الظبي. نعم الظبي، ظبي الفلا على المقدمة هنا بشعار الخيالي. تهانينا 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 والناموس على هذا الأداء. يا سلام، تهانينا وألف مبروك سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي. المركز الثاني وصلت الغزيل، من قدمت مستوى وأداء كبير هنا بشعار رايد من دخيل الله بن كليب القرشي. وثالثا وصلت الظبي، نواف بن سالم بن عويض الحصيمي العتيبي على المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت سلهودة محمد بن طارش بالقوبع الحميري. وخامسا وصلت البداية سيف بن عبيد بن سالم بالهلي على المركز الخامس. لحظات التوقيت الزمني مع الظبي هنا 12 دقيقة 57 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. هنالك كانت لحظات وصول الظبي سعيد بن حمد بن مبارك الخيالي على أول المراكز. والمركز الثاني لحظات يتابع وصول الغزيل على المركز الثاني بشعار رايد بن دخيل الله بن كليب القرشي، من قدمت المستوى المميز في هذا الشوط. ولحظات وصولها 13 دقيقة 11 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. أما ثالث المراكز 13 دقيقة ثانيتين وتسعة أجزاء من الثانية. والمركز الثالث أيضا مع الظبي 13 دقيقة 3 ثواني وثمانية أجزاء من الثانية، نواف بن سالم بن عويض وسبيحة العتيبي من قدم الظبي على المركز الثالث. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين.